شكرا لك مهند الجالي. تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس في هذا الموعد المتواصل مع مباريات الدوري الفرنسي الليغ ان الذي وصل لجولة السابعة ولقاء القمة، بل دعوني اقول لقاء المتناقضات بين المتصدر نادي باريس سان جيرمان والمتدين في بداية. هي جول هي جول هي جول وخطيرة مبكر مبكر يا مبابي مبكر يا إيكاردي. هنا أول هجمة، أول لقطة خطيرة على مرمى نادي ميس، جات بالأفضلية للزوار، العاصمي يتقدم واللمسة الأرجنتينية حاضرة، إيكاردي حاضر، كرة في العمق من نيمار، إيكاردي تابع بهذه الصورة، هنا التسديدة الماضية وبالتالي بالتالي الأفضلية لأصحاب هنا كرة حكيمي. نعم 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 نعم، التكنولوجيا الأرجنتينية حاضرة، إيكاردي بالتحضير والثاني ممكن. الثاني امبابي دا، الثاني امبابي دا، بداية احلى، بداية اقوى، بداية هنا واندير بينما انطلاق حكيمي، امشي حكيمي ولكن المتابعة بعد ذلك من حارس المرمى تاح بينما الكرة في العمق، امشي مبابي امشي مبابي امشي مبابي والانطلاق من مبابي، امشي مبابي مع إيكاردي ويدخل مبابي ويسدد ولكن مرة جانبية. السرعة دائما في الدوري الفرنسي، فالانتصار مع اول كرة صعبة على كيلور نافاس، ترفع ديال الكرة الراسية بالتالي قد يكون متاح في المباراة القادمة العرضية. يا نيمار هنا، نيمار ومبابي ونيمار ومبابي العرضية ويبقى القادم امام مونبيليي، بينما هنا الاعادة نيمار ومبابي وايكاردي بعد ذلك، هنا وجد كوياتي بالمرصاد ذلك ايكاردي ومبابي يدخل مبابي مرة أخرى يا أوكيتشا، مرة أخرى يا أوكيتشا تتصدى لكرة خطيرة قادمة، انطلاقة من كي العرضية مقاسية، يا سلام يا سلام يا نيان، مقاسية ولا أحلى، ولكن الكرة مرت جانبا عن مرمى نيمار، نيمار يراوغ، نيمار يراوغ، نيمار احتفظ هنا، كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء بالرأس، كرة جانبية عن مرمى الحارس الكوستاريكي كايلور إنا لفيدة فريق ميس، بينما هنا الإعادة سانترانسي يحاول فيها خطأ، نعم فيها خطأ وبالتالي لدينا ضربة حرة جانبية. هنا الإعادة من جديد للكرة الماضية والتدخل الواضح من طرف اللاعب مارو إيكاردي الذي ذكرت يخوض اليوم المباراة رقم 70 بقميص باريس سان جيرمان. لي الفريقين معا، بينما لدينا هنا الكرة العرضية فيها متابعة لمستوى حراسة المرمى بين نافاس ودوناروما، جول كوياتي يسجل هدف التعادل لنادي ميس. مشاهدينا الكرام بعد طول انتظار وبعد سلسلة من الفرص أصحاب الدار يدركون هدف التعادل. مشاهدينا الكرام بان ميس سيعول كثيرا على الكرات الثابته، هنا كوياتي في الارتقاء يهزم الحارس كايلور نافاس، 1-1 النتيجه تتغير مشاهدينا الكرام مع مرور الوقت. يا بوتشيتينو ممتازه ممتازه، ضاع الهدف الثاني، هدف ثاني يضيع، انفراد وفرصه ذهبيه لنادي ميس. شوف الاعاده، كرة قبل ان يتمكن ميس عن طريق كوياتي واطراء روكريدريك انطونيتي يحتفي بنفس العناصر، بينما لدينا كيليان في استلام الكرة، يدخل لاعب كيليان يمرر بعد ذلك تسديدة ولكن مرة جانبية. يا فاينالدوم، بينما كرة واحدة اثنين فرصة لكن فيها ماركينيوس وفيها متابعة من كايلور نافاس. دي ماريا واحد من الحلول يحتاج الى اراحة لاعب، بينما كرة في العمق ايكاردي، ايكاردي وكذلك نيمار، إيكاردي ونيمار، نيمار انطلق، نيمار مرر، واحد اثنين ونيمار وفيها ركنية، عملية سيفعل أكيه، يرفع الكرة بالراس، رافينيا يلعب كرة ترتد من المدافعين وبالتسلم، نيمار يتقدم، نيمار يبحث عن التسديد، ونيمار الانطلاقة واحدة من فنيات اللاعب نيمار، واحد اثنين مع مبابي صح، ممكن يمس، ممكن يمس، ممكن يمس، ممكن يمس، ونيان يا سلام على الرجوعك يا حكيمي،
حكيمي نعم في احلى رجوع يغطي في فرصه خطيره يستفيد من هذه الجوله. بينما لدينا هنا استلام للكره في اتجاه حكيمي ممتازه، حكيمي ممتازه الثانية ضيع ماريا ايضا اندر اريرا واعطاء قوه اكبر توازن اكبر في وسط الميدان، خروج رافينيا ودخول اندر اريرا في هذه الثانية على ما يبدو في صفوف نادي ماس. جانب الجماهير التي تحضر هذه المباراة، اذا ابراهيمانيان يخرج يدخل نيكولا ديب مباراة تمشي كرة الجهة اليسرى خاطئة ديال التمريرة دانيلو الاول على الكرة في خطأ في خطأ في خطأ نعم الحكم في خطأ، الحكم انتبه انه ممكن الكرة تضيع على لاعبي بدقيقة اولى. كان مميز اللاعب نونو مانداش واكين بيمبي ويرجع لنونو مانداش، تبقى باريزيا دي ماريا العرضية دي ماريا ولكن فيها اوكيجا على مرمى الحارس كايلور نافاس لم يتم التعامل معه بالشكل الجيد. هنا الكرة ترفع لكن صعبة من فريد، صعبة من فريد، بعيدة تماما من فريد رغم أن وجود وضعية تسلل فيه. والكرة توصل لنيمار، نيمار خسر الكرة، نيمار خسر الكرة. حلول على الطرف الأيسر، لا حلول بالنسبة للظهير، وبالتالي الآن ننتظر طريق. إذا تلعب الكرة خطيرة هذه، يعني مرت سريعة، لقطة هنا في غفلة من مخرج المباراة، لقطة في غفلة من مخرج المباراة حتى هذه لم يرسل. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيبك من النقد وانت ولا يا لا وانا كفو وربي كفو لا كفو والله. marked a location عايزين نخش على الواد ده بنخلص ده في سكواد جاي. ما هو الواد جاي سكواد جاي خد بقى ننتهي بقى ننخلص بقى تشتغل.